السائل عين سين كاف عرعر يقول بأنه شاب يطلب العلم الشرعي ويدرس في كلية شرعية، يقول مشكلتي بأنني أفكر في الزواج في كل وقت عندما أكون في الدراسة أو عندما أقرأ كتاب، مما يحول بيني وبين التركيز في الدروس وتحصيل العلم خاصة في هذه المرحلة الثمينة من العمر، فهل من توجيه وعلاج لهذه المشكلة علما بأنني لا أستطيع الزواج إلا بعد 3 سنوات على الأقل لتكاليف الزواج، وأرجو منكم أن تدعوا لي بالتوفيق والهداية جزاكم الله خيرا. لا شك أن المبادرة بالزواج خصوصا للشاب الذي يخاف على نفسه من الفتنة أن ذلك أمر واجب إذا كان يستطيع تكاليف الزواج، أما إذا كان لا يستطيع تكاليف الزواج فإنه ينتظر حتى ييسر الله جل وعلا. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كان قادرا على الزواج ويخاف على نفسه من العنت فإنه يجب عليه الزواج، أما إذا كان قادرا على الزواج ولا يخاف على نفسه من العنت فإنه يجوز له تأخير الزواج، ولكن تزوجه أفضل من التأخير لما في الزواج من المصالح. أما إذا كان عاجزا عن الزواج فإنه ينتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى. نعم.